السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اصدقاء، قبل اي شيء ارجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في القناة. العمل توجه دعوة للمستفيدين من الشمول الجديد للمتقدمين على راتب المعين المتفرغ. وجهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دعوة للمستفيدين من الشمول الجديد للمتقدمين على راتب المعين المتفرغ لعام 2021. وقال اعلام وزارة العمل في بيان انه تنفيذا لتوجيه وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، دعت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المستفيدين من الشمول الجديد للمتقدمين على راتب المعين المتفرغ لعام 2021 ممن أكملوا الفحص الطبي لمراجعة مقر الهيئة في بغداد والكائن في الوزيرية مقابل معهد النفط خلف بناية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك لاستلام الاستمارة الخاصة لإصدار بطاقة الماستر كارد وبحضور المعين فقط ولمحافظة بغداد حصرا. وأضاف أن موعد استلام الاستمارة سيتم ابتداء من يوم الأحد المقبل، وذلك في تمام الساعة 8:30 صباحا ولغاية الساعة 1:30 ظهرا، داعيا المستفيدين من الصحاب معهم المستمسكات الأصلية للطرفين المعين والمعاق ونسخة من القرار الطبي. وفيما يخص المستفيدين من باقي المحافظات، أكد أنه سيتم الإعلان عن موعد مراجعتهم لأقسامنا في المحافظات عند اكتمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة وفق آلية يحددها كل قسم في الأيام القليلة المقبلة، مضيفة أن الأسماء ستنشر على الموقع الإلكتروني والصفحات الرسمية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وصفحة الهيئة الرسمية على شكل وجبات.